والمنتخب المصري غادر المنتخب المصري لكرة اليد، مشي النهارده لرومانيا المشاركة في دورة رومانيا الودية الدولية، بيستعدوا بقى لبطولة العالم يناير المقبل بإذن الله ببولندا والسويد. ازاي بيستعدوا ويعني منتخب اليد لكأس العالم للرجال؟ بينضم لنا دلوقتي على التليفون دكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. في غيابات كتير عندنا، يحيى خالد مصاب، فوكس لاعب النادي الاهلي مصاب، وكمان اول بطوله من سنين من غير احمد الاحمر، واحنا كلنا كنا متعودين انه احمد الاحمر موجود وحواليه الفريق كله. يا اهلا بيك يا استاذه هدير. اهلا بس بحضرتك. انا اسمحي لي الاول يعني ان انا يعني اتكلم اولا عن القيمه الغاليه احمد الاحمر. احمد الاحمر مش هنزايد ابدا على عن على وطنيته، ولانه لاعب متميز محليا وعالميا، على ان احنا ضغطنا عليه كتير في مواقف سابقه من دوره طوكيو اللي فاتت في الدوره الاولمبيه، واحنا كان يعني هو اعلن ان هو هيعتزل دوليا، وضغطنا عليه وكنا محتاجين وشارك. ضغطنا عليه مع بطوله الامم الافريقيه بعديها وشارك، ويعني احمد الاحمر موافقاته السابقه دليل على تضحياته وانه بيلبي اي حاجه لكره اليد المصريه والوطن وبلد يعني. لكن في حقيقه لازم يعني ندركها ونحسها. ان اولا ان كره اليد يعني مش هتكلم على سن كابتن احمد، وانه طبعا تجاوز ال 38 سنه، وده يعني يعتبر من اكبر الناس المعمره في الملاعب بقيمته وخبرته وادائه وتميزه. لكن التنافس بطبيعته، العمر هنا الافتراضي للاعب في الملاعب مع ميزه كره اليد انها سريعه محتاجه جهد كبير جدا، وعشان كده كان احمد الاحمر من حوالي سنه بيعلن دايما عن اعتزاله دوليا. لكن عندنا كمان منظومه فنيه، يعني احنا عندنا مدرب احمد يعني كان ليه نقاش معاه مع الجهاز الفني ومع رئيس لجنه الانتخابات ومع اللجنه الفنيه للاتحاد، واقتنعنا ان احنا ضغطنا على احمد كتير يعني خلال الفتره اللي فاتت، وانه يعني من حقه ان هو يعني يرتاح، لانه بيدي الفرصه. هو كقائد للمجموعه متميز جدا في انه بيساعد زمايله في انهم يحققوا وانهم يعني يبقى لهم مكانه في الملعب. فالحقيقه ده كان رغبته اولا، وبعد كده جالس مع الاتفاق مع المدرب، اعتبر ان ده يعني ميزه ان احنا نجيب بقى يعني لازم البديل، واحنا بنقول يعني احنا بنسيب كابتن احمد في وقت اصابه لعيب يعني على مستوى عالمي زي كابتن يحيى خالد. لكن يعني ده بيوضح قد ايه احنا مضطرين لكده. لا احنا محتاجينه ومضطرين في نفس الوقت الى وجود بدائل بقى، يعني مع سن الاصغر وبتاعه، وكابتن احمد متفاهم هذا الامر وهو مواعيه تماما. طيب عايز اسال حضرتك عن استعداداتنا للبطوله وطريقه اللعب، وناس كتير بتتكلم على انه المدرب عايز يرجع بطريقه اللعب للتسعينات، ايام ما كان عندنا لعيبه جدا مميزه في مساله التسديد من بره التسعة متر زي اشرف عواد واحمد العطار. لا احنا عندنا في خامات ممتازه، في مهاب، في حسن قداح، في علي زين، في لعيبه خط خلفي ده متميز، يعني مجموعه متميزه بالفعل، وعلينا ان احنا على طول بنجدد يعني. لكن بالنسبه لاستعداداتنا، احنا خدنا معسكر في الغردقه مع بدايه الشهر من 10 ل 15 ديسمبر ده، وبعدين طلعوا في المركز الاولمبي ولعبنا مباراتين مع المنتخب القطري، وسافروا النهارده مع، وطبعا كان بصحبه معالي الوزير، واحنا قدامنا كسبنا في واحده وتعادلنا في واحده يا فندم، صح، مع قطر 21-18، وبعد كده تعادلنا 30-30 في المباراه الثانيه، وده كان تجريب لان احنا الفرقه لعبنا بدون المحترفين، وكنا بنضم حوالي 6 من الشباب، وده بقى تجربه للعناصر الجديده. بالظبط كده، هي ده فعلا بقى احنا بقى لنا فتره بنحاول العناصر الجديده تاخد مكانها، عمليه الاستبدال ده طبعا.
طيب وان شاء الله اتفضل. بيرجعوا يوم 30 وهنبدا تاني، يطلعوا فرنسا ان شاء الله، ومنها يعني هتبقى دوره كده وديه، فرنسا والتشيك وهولندا ومصر، ومنها ان شاء الله للسوبر باذن للمباريات بتاعه البطوله باذن الله. في اول مباراه لنا كرواتيا، ودي المجموعه بقى هو ده اللي انا عايز اتكلم مع حضرتك فيه. احنا عندنا مصر معاها كرواتيا والمغرب والولايات المتحده الامريكيه. تمام. تقييم حضرتك للمجموعه دي ازاي؟ المجموعه دي ان شاء الله باذن الله احنا نكون اول المجموعه باذن الله. لان احنا عندنا العقبه الاولى هي كرواتيا، وما بعتبرهاش عقبه النهارده اللاعبين. لا احنا ان شاء الله طموحنا نوصل للمربع الذهبي وننافس كمان عليه. لا لا احنا كان يعني كلامنا النهارده مع معالي الوزير ومع اللاعبين وهم جاهزين لميداليه. احنا احنا دايما بنقول كره اليد تجاوزت مرحله ان احنا ناخد مكانه مشرفه او مكانه. لا احنا كسبنا بالفعل كاس عالم شباب قبل كده ووصلنا رابع في الكبار. الرابع في الكبار في 2001 وكانت يعني كان مكانه طبعا وصلنا لها قبل كده، وبنتمنى نجيب بقى ميداليه السنه دي ان شاء الله باذن الله. احنا بنتمنى لكم طبعا التوفيق لمنتخب اليد للرجال. شكرا جزيلا دكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكره اليد، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا.